نظمت المشيخة العامة للطرق الصوفية احتفالها السنوي بمولد العارف بالله السيد أحمد البدوي بمدينة طنطا بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة. تشهد مدينة طنطا حالة من الطوارئ بالتزامن مع الاحتفالات، كما تكثف أجهزة الأمن من تواجدها في محيط المسجد الأحمدي مع توسيع دائرة الاشتباه لضبط الخارجين على القانون. احتفال مدينة طنطا بقطب الأقطاب سيدي أحمد البدوي هذا العام شهد أكثر من 2 مليون زائر توافدوا على مدينة طنطا حبا للإمام البدوي. إن الاهتمام بهذه الأمور بكل تأكيد يشيع الحب في نفوس الناس ويبعد عن الأمة هذا الجفاء ويضع لها نموذجا من النماذج التي أدارت الخلاف والتنوع الثقافي بصورة حضارية عالية مع تمام قيامها بكل الواجبات المطلوبة منها على وجهها الأتم. بنهني الطرق الصوفية بالمولد، بنهني شعب مصر، بنهني المواطنين الطنطويين، بنهني العالم الإسلامي كله، بنثبت للناس النهاردة أن احنا بلد الأمن والأمان زي ما حضرتك شايف الزحام الشديد في المولد السنة دي.